مساء الخير. النهاردة هنعمل فتة شاورما، كل الناس بتحبها. هي بطريقة بسيطة جدا، عبارة عن مكونات نص كيلو لحمة او زي ما انت كمية اللي انت هتعمليها، بتحطي عليها التوابل بتاعتك، بهارات لحمة، بصل، ملح، اي بهارات انت عايزاها تستخدميها بتحبيها بتحطيها، وبهارات اهم حاجة بهارات شاورما، وتسيبيها في التلاجة نص ساعة ساعة كده. وبعد كده بتجهزي بصل سلايس، بتجهزيه لو عندك فلفل اخضر تمام، ما عندكيش خلاص مش مشكله. بنقطع عيش بالطريقه دي معاها معلقه سمنه كده عشان نحمره، وبنجهز كمان كوبايه رز عليها معلقه ملح. هنبدا دلوقتي نعمل الشاورما، هناخدها نحطها في هنعمل الرز الاول اهو كده، نولع عليه عشان نجهزه في السمنه. كده حمرنا الرز خلاص، حطينا على الملح، هنجيب كوبايه الميه اهو كده ونقلبه، نستنى يتشرب. الرز خلاص كده، هوطي عليه، هوطي عليه على النار. بعد كده هنجيب كده انا اعمل الشاورما، حبه زيت صغيرين كده، خلاص كده الزيت سخن، هنزل الشاورما كده الفرن. احنا بعد ما حطينا الزيت وسخن حطينا فيها الشاورما بالخلطة بتاعتها. الخلطة بتاعتها عبارة عن بهارات شاورما، بصلة مبشورة، ملح، فلفل اسود، كاري، حبة ربع معلقة كزبرة او نص معلقة كزبرة ناشفة، وبنحطها على النار بتاخد الصدمة بعد الزيت ما بيسخن، وبنقلبها كده لغاية لما بتنزل ميتها، ونبدأ بقى نسويها. ولو احتاجت شوية مية بعد كده ممكن بنحط لها شوية مية بس ما تستوي كده. اللحمة كده اهي خلاص زي ما انتم شايفين. هاخد البصل هحط عليها، هشوحه معاها. لو في فلفل اخضر ممكن نحط عليها فلفل اخضر على حسب امكانياتك. هشوحه مع اللحمة. خلاص خلصنا الشاورما اهي زي ما انتم شايفين. وادي حمرنا العيش بمعلقة سمنة على النار، وادي الرز، وهنجهز الطبق بتاعنا اهو. وادي كوباية زبادي عليها فص ثوم ونص ليمونة، قلبناهم على بعض اهو. نحط العيش الاول، وادي الشاورما، بعد ما استوت كنا بنحط لها كل شويه شويه ميه كده. لو في بقدونس ممكن نجمد بيه الطبق. ودي كوبايه زبادي عليها فص تومه نص ليمونه، هنحطها على الشاورما. بالهنا والشفا. متنسوش لايك وشير ومعايا فيديوهات.